قامت نقابة المهندسين الأردنيين وكعادتها في خدمة المجتمع المحلي، وذلك بمساعدة الجهات الرسمية لمواجهة العاصفة الثلجية هدى، حيث ساهمت بفتح العديد من الطرق التي أغلقت بالثلوج خلال ذلك المنخفض الجوي الذي شهدته المملكة في بداية عامها الجديد. وبتوجيهات من مجلس النقابة، تم تجهيز غرفة عمليات للطوارئ وتوفير الآليات المتخصصة لفتح العديد من الطرق التي أغلقت بالثلوج، سواء أكانت رئيسية أم فرعية، كما وعملت على تلبية بعض المتطلبات الإنسانية لخدمة المواطن الأردني. كتير مشكور النقابة في هذه الخطوة جبارة، خاصة بعد ثلجة العام الماضي. السنة واضحة الخدمات كتير ممتازة، ما حدا انقطع، السيارات طرقها مفتوحة، وكتير مشكور النقابة على هذه الخطوة، خطوة ممتازة. أحب أن أقدم شكري واعتزازي لجهود نقابة المهندسين متمثلة بالشباب اللي قاعدين هلا، انتوا اللي بتعملوا معي اللقاء، والشباب اللي قاعدين على الجرافات واللي متابعين الطرق الفرعية حتى في اسكان المحلاليفة، فهذا جهود مميزة لم نشهدها سابقا حقيقة. يعني هذه الحمد لله، ان شاء الله الشارع السنة بيفتح كامل وفيش اي مشاكل. يعني الحقيقة انا اشكر شكرا جزيلا نقابة المهندسين الأردنيين اللي غمرتنا بكرمها وجاءت في اليوم الثاني من العاصفة الثلجية وفتحت جميع الشوارع الداخلية في هذا الإسكان، إسكان المهندسين، أم حليلي في 2 جنوب الكلية العلمية الإسلامية. نشكرهم شكرا جزيلا، فقد فتحوا جميع الشوارع، والحقيقة لولا الله عز وجل ثم نقابة المهندسين لبقينا في البيوت وما خرجنا حتى الآن. فالتعامل مع المنخفضات الجوية التي يصاحبها تساقطا للثلوج يحتاج إلى تكاتف جميع الجهود من أجل التخفيف من آثارها، فخدمة المجتمع واجب وطني.